안녕하세요, 수혜리입니다. اليوم الفيديو عن فلوجي يوم الخميس وبرضو اليوم عن ميلاد ابن صاحبة صاحب بابا ماما زي هيك. فاليوم حنروح حنعمل عن ميلاده هيك اشي صغير زي هيك عن ميلاده برا يعني في البحر. حنروح نقعد على البحر حنعمل عن ميلاده وايش محضرين له هدية. حتشوفن ايش حعمل في اليوم الخميس. اليوم اول مرة البس بندانة سودة بس هي ظابط. قلت البس بندانة سودة عشان بلبق على البلوزة اللي تحتيه وهذا بلبق هذا اللون. المهم حصور فلوجي عن الميلاد وفلوجي يوم الخميس ويلا نشوف الهدية او ارجيكم الهدية. الهدية حضرتها له. اوه دوشة عشان اليوم الخميس. شكله في دوشة كتير عشان اليوم الخميس. معلش وانا حعلي صوتي عشان هي اللي جبنا له اياه. نشوفه. اول اشي حضرنا تنتين عشان واحد مني وواحد من اخويا. اول هذا الهدية. هذه الهدية بلوزة. انا افضل. هذه الهدية بلوزة شتوية مش صيفي عشان نلبس يعني لبعد وهيك. جبنا له بلوزة شتوية. هاي هدية مني. هي الثانية عطر من اخويا. هذه حيعطيه للولد ريحه وهيك سبراي عرق. سبراي عرق دودو جبنا له هيك. الساعه هلا 7:45. انا حضرت بدري شوي عشان اصور الفيديو اورجيكم ايش حعمل في هذا الوقت. ضل نص ساعه اورجيكم ايش اعمل هذا الوقت. انا هلا هذا الشنطة اللي شاف الفيديو تبعتي تبع عيد ميلادي حيعرف ايش هذه الشنطة. هاي الشنطة جابت لي اياها ماما عيد ميلادي. هذا الملابس لابق على هذا الشنطة اليوم. فقلت قررت بدي احمل هذه الشنطة. اللي شاف فيديوهاتي حيعرف. وهي بدي اعمل لي هذه الشنطة اليوم باغراضي اللي دائما بحطهم. والشيء اهم شيء هذا بطارية. هذا اهم اشي عشان انا جوالي بفضل بطارية على السريع. هذي ورا باور بانك مع شاحنه. عندي بجيب شاحنه. وثاني اشي هاي دايما بحطه برضو يا هيك عطر. عطر ريحته زي بيبي باودر. بحب هذه الريحة. اهم اشي برضو فيها 10 شيكل. بدها شنط كبيرة بس في مرات يعني بحط اشياء قليلة. شنطة صغيرة برضو بحب شنط صغيرة وبحب برضو شنط كبيرة. فهذه المرة بدي احمل شنطة كبيرة. وبعدها نظارة. بتكونوا مرة شفتوني بالفيديو لابسة نظارة. النظارة أنا صراحة يعني نظري شوي ضعيف فلازم ألبس نظارة. بس يعني للطلعات وهيك كنت بلبس لانسز العدسات. بس هلأ بطلت. قلت يعني شوي عيني صاروا يجعوني فبطلت ألبسها وصرت ألبس النظارات. يعني النظارات للمدرسة بس بلبسها وللطلعات مش كتير بلبسها. أحيانا لما بدي أشوف إشي مهم يعني هيك فبحملها معاي. أحط هذا لأقطة قدام. أوكي هي خلصنا من الشنطة. هي خلصت أحضر شنطتي. هلأ الساعة صارت لسه الساعة 7:08 هيك. ف مش عارفة ايش اعمل. A few moments later.
وصلنا احنا على الكوفي شوب وهينا قاعدين، وطلعنا فوق على طابق تاني عشان المنظر احلى. أعطوني هدية عيد ميلادي. خلص عيد ميلادي كان تاريخ 3/8، بس تذكروها وأعطوني وأنا ما كنتش متوقع. شكرا على الهدية. Five years later.
هلا استنى مسكته 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 برجليا مسكته 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 طلبنا شوكو ما بديش يتفرع عنا في الثواني من ولد أبد.